اسمح لي كو هرسوا وداروا الحديد داروا هرسوا وداروا الحديد وندير السبيطار ندير العمليه ولا جاو ونجي وندير لي بايات وملي جاو نقول مساعده ولكن ما داير ما انا ما كنبغيش غرامه قتلو خويا انا ما كنبغيش غرامه وتهرست لي طوموبيلتي وما غرمتهاش جيراني وهرسوها بعصا وما غرمتهاش عباد الله ويا وليدي من تحتي واش قلتي وليدي عمري ما نساك وليدي عمر عزريه وليدي الشافي وليدي عزريه خلوني نكيدلك وليدي صغيري وليدي الشافي وليدي العزري ديالي وليدي عمري ما نساك تمشي الروضه وليدي خلوني السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. انتي الاخ ديال عمر الله يرحمه والديك اخت ديالو ومقرب ليا بزاف بارك فوسكم جيت نمشى معك باش الله يعوض المحبه والصبر اللهم امين الله يعطينا الصبر. بغيت نعرف الوقع ديال الخبر ديال الوفاه ديال عمر. الاخبار كانت صعيبه الاخبار كانت صعيبه بزاف. كيفاش لقيتيها انت الاخبار كانت صعيبه وما عمرني خرجت للزنقه ببيجامتي وبلا شعور تمرمت في التراب كليت التراب ما خليتش ما نقولش لك كيفاش الخبر ديالو جاتني بحال شي اش نقول لك انا دابا لحد الان راني بركان في القلب ديالي راه وقت ولقيت اللي كيجي فيه يغسل فيها من لاكريس راه ما بقيتش كن السبعه ديال العشيه ما كنحملهاش راه الخبر ديالو ديال عمر خويا راه ما يحس بها غير اللي بحالي واخا خصي بالنسبه للقضيه ديال الوفاه ديال الاخ ديالو في الليل ويعني هو جا بدا الحوايج وحسب بعض المعلومات اللي سمعنا جا للدار بدا الحوايج وعاود هبط عاود هبط واش ما شفتوش عليه ملامح ديال انه كان مقلق لا ما مقلقش خويا لا خويا ما مقلق ما والو خويا حتى الغسيل ما غسلش داك الغسيل اللي كيغسل يمكن كان باقا عنده شي حاجه يمكن ما غسلش ديك الغسله اللي كيغسل حيت هو لا حيت الغسله ديالو انا معاه في الدار انا باركه معاهم في الدار انا كنت كاريه بوحدي وجيت جلست مع ماما باش نعاونها حيت ما كاين معاها حتى شي حد مرت خويا بوحدها انا معاه انا مقربه ليه انا تيقول لي خزني لي صابون شي دوف باش نغسل بارك تبيض لي وجهي انا عمر انا اللي كنصب لي حوايجو ديال لاكريس عمر كنخليو صابوننا حنا وكنصبقوا ليه صابونه هو لقيت اللي جا وعاود رجع لقيت اللي جا ما صبنش ما حكش ضفره حتى هو كيحك ضفرانو هو كيحك ضفرانو بالشيته باش يتحيد منهم الغسله ما غسلهاش مزيان ما غسلش مزيان باش يرجع يمشي والشكاره ديال الدوزان رداها معاه يعني كون كمل غيخلي الدوزان ديالو وغادي يمشي هو هز الدوزان هز السوارت ومشى يعني لقيت اللي توفوق على الحديثه كان في الخدمه ديالو كان في الخدمه ديالو وفي الكارتي اللي فيه نشوفوا مساديه هي لاله سعديه السلام عليكم البركه فراسك جيت للكبيده ديالك وليدك ما مشى معاك باس الله يعوضك بالصبر يا ربي امين الله يعوض المحبه صبر يا ربي الله يجعلهم من اهل الجنه يكون دل ديالك غدا يا ربي امين وانا راضي على وليدي عمر الله يرحمه الله يستر عليه دقات القبور كان خدام وقعت له مشكله اولا خصومه اولا حادثه الشغل ديالو ما ادى الاصطدام مع واحد الطاكسي اللي ماشي اصطدام بالطاكسي بسميتو انما قاس شي طاكسي وهذاك الطاكسي حسب الروايه اللي كتعاود هذاك الطاكسي مولاه كان متهور نوعا ما هبط هو شي اصدقاء ديالو وصوتوه وضربوه شي ضرب اللي هو مبرح بزاف ادى الى الوفاه ديالو ملي جاتك الخبار من سعديه بغيت غير ملي جاتني الخبار العافيه شعلت لي في القلب ديالي وانا كنطلب من سيدنا يعطيني الحق ديال عمر ولدي مرزوقي عمر هو اللي هازني بدوايا ومرت ولدي عازل عليا وعمر اللي هازني وكنطلب من سيدنا يعطيني ما هو هاز السيف ما هو هاز الجنويه ولدي هاد الشكاره وغسل نص غسله وبلا ماره جاكيطه الخضراء وبلا ماره ملي خرجوا لي موين طاكسي العديال ما كيصلوش بالنبي شتفوا لي على راسو بحال سراق الزيت وكيشتفوا لي على الراس ديال ولدي وملي جاتني الخبر كما كانوش الكريجياجات في الدار كما كانوش الكريجياجات نقدر نتلاح نقدر انا نلحق عليه هذيك الساعه وهي كنطلب الله من سيدنا
يعطيني حقي سيدنا سيدنا الله ينصرو، يعطيني الحق ديال عمر ولدي. راني تحرقت من القلب لداخل وعدي القوار وداوني السبيطار كوما. نطلب الله يعطيني حقي يا سيدنا. عمر قتلوه لي العديان، هما اربعه مول تاكسي شتف عليه والاخرين كملوا عليه. نطلب الله يا ربي تعطيني حقي وسيدنا الملك. سيدنا الملك الله ينصرو. ولدي هاد الشكاره مع المغرب، وعيط عليه شي واحد صاحبه وقرا كاع عمر المرزوقي عارفين المحمديه كامله، لا بوليس ولا كلشي شبان ولا كلشي عارفين. ولدك في ما دار تليفون تعال صاوب لي الطوموبيلات، تعال صاوب لي الموطور، تعال صاوب لي دوك الماطر ديال البيار. ما يخليش ولدي انا فين كيمشي، وهو اللي هازني، هو اللي عمر اللي هازني بدوايا بكلشي ليا. ونطلب الله من الملك يعطيني حقي، هو اللي هازني. انا دابا باقا كاريه، هما بناو هما بناو هما بناو البراهمه وانا باقا انا باقا. هو اللي كيجيب لي باش نسجر باش يخرجوا هما اربعه وشتفوا لي على راسو ويمحسوا لي. قال لك الراس، قال لك يمحسوا لي ساعه يشدوها خويا. يلا الكبده راه صقعه، ويتسناو القناه الكبده صقعه، الكبده صقعه. يلا كي غندير في عمر تنساه. انا باغا الدم ديال ولدي، انا ما رحمت ما يديروش ولدي في حقه. انا باغا الدم ديال ولدي، انا باغا الدم ديال ولدي. مسادية شحال ديال الوليدات عندك؟ عديهم اربعه. اربعه ديال الوليدات؟ اه. شحال ديال البنات؟ جوج. الله يخليهم يا ربي امين. الله يرحم المرحوم. يا ربي امين. الله يا ربي امين. الله يولي برحمته. يا ربي امين. نرجعوا لغزلين واحد شويه. اه تغزلان انت بطبيعه الحال قلتي لانك عايشه مع الوالده ديالك وعايشه حتى مع عمر الله يرحمه. اه عايشه مع خويا. خلال التصرفات ديالو كيبان الانسان سوي عادي. حنين عمر حن منهم كاملين. ولا كانت عندك فلوس؟ عندي ثلاثه هو الرابع وحن منهم كاملين. ولا عمر كيقسم معاك اللي في جيبه. عمر بنتي كتقول لي بغيت وبغيت، كيكون عنده 10 درهم كيقول لي غزلان عندي 10 درهم قسميها معاه. وحنين عمر ما كيخزنش الفلوس. عمر كيقول لك انا باغي نعيش على اليوم. خويا حن ليا من دوك الثلاثه وكنقولها وربي شاهد عليا. عمر حنين، عمر سخي، عمر ما كيبغيش التعدو. عمر مسطي مسطي معانا، كان عندنا في الدوار وكيقول لك ما كيدي لي فطورو ديال 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 رمضان. آه والله العظيم الا كيدي لي فطورو ديال رمضان. آه كيقول لك انا ما باغيش نفطر غنفطي. عبد الرحيم المش كيقول لك ما تضربيهش ما تضربيش. المش كيفاش بغيتي ننسى عمر؟ كيفاش غتنسى عمر؟ كيفاش غيتنسى؟ طريقه الوفاه ديالو اللي يعني كان شويه ماشي شويه وانما هي فعلا همجيه، يعني كيفاش شفتوها؟ كيفاش شفتيها انت كاخت ديالك؟ شفتها حقره. انا شفتها حقره، انا خويا شفتها حقره. علاش؟ عنده خوته، عنده صحابه، عنده حبابه، عنده كل شيء، عنده الحميه. ولكن طبقوا القانون. ولكن خويا تحقر في ديك اللحظه. عمر ملي طاح ولا كان كيتضرب بغي، انا كنقول اشنو قلت يا عمر؟ شنو قلت يا عمر ملي تضربتي؟ وقلتي خويا ولا قلتي صحابي ولا قلتي با ولا قلتي فينك امي ولا قلتي فينك ولا قلتي فينك؟ انا راه الداخل ديالي كانت شوى. ولا ملي تضربتي يا عمر اشنو قلتي؟ اشنو قلتي يا عمر؟ قلتي فينك حميد ولا فينك بلال ولا فينك نور الدين ولا فينك؟ اش قلتي؟ ملي شتف عليك هذاك اللي كافر بالله اللي شدك ودار لك هكا اشنو قلتي في خاطرك يا عمر؟ اشنو قلتي يا خويا في خاطرك؟ وشنو قلتي؟ وقلتي فينك اخوتي وفينك جيراني؟ اش لقى الملك؟ اللهم ان هذا منكر. الملك اللهم ان هذا منكر. الملك اللهم ان هذا منكر. واش قلتي؟ واش قلتي السعديات عليا عديني؟ واش قلتي المهمات عليا عديني؟ ما تغرقونيش. خليوها تبكي. وما تعدي عمر اش قلتي؟ خليوها تبكي. وما تعدي الكويدة اش قلتي؟ وراه تعزيز عليا وليدي، وراه تعزيز عليا الكويدة. غير ما يضربوش، يجيبوا ليه البوليس يشدوه. اه وليدي انت كون هرسوه، سمحوا لي غير كون جابوا القانون يشدوه. سمحي سمحي يا خدمة ما بلاتش. لا بلاتش. كون هرسوه ندير الحديد. اه كون هرسوه ونسمحوا ليهم.
اسمح لي كهرس وداروا الحديد داروه هرسوا وداروا الحديد وندير السبيطار ندير لي العمليه ولا جاو ونجي وندير لي بايات وملي جاو نقول مسامحه ولكن ما داير ما انا ما كنبغيش غرامه قتلوا خويا انا ما كنبغيش غرامه وتهرست لي طوموبيلتي وما غرمتهاش جيراني وهرسوها بعصا وما غرمتهاش عباد الله ويا وليدي من تحتي واش قلتي وليدي عمري ما نساك وليدي عمر عزريا وليدي شافي وليدي عزريا وليدي 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 صغيري وليدي شافي وليدي عزريا ديالي وليدي عمري ما نساك تمشي الروضه وليدي وليدي وليدي